الأهالي الرستن عم يطالبوا باستقالة قضاة المحكمة بالنظر بالقضايا اللي حكموا فيها بأحكام غير منطقية وغير واقعية وغير شرعية. المطلب الثالث هو نقل المحكمة العليا خارج مدينة الرستن. نتمنى من إخواتنا بالمحكمة الشرعية العليا يطالعوا المحكمة خارج مدينة الرستن. نتمنى يستقيل الكادر القضائي الموجود فيها. نتمنى ينتظر وينعاد النظر بالقضايا اللي مقدمة لهم وما اتخذ بها أي إجراء من 3 شهور. احنا كهيئة إدارية بمدينة الرستن راح نتوجه باتجاه المحكمة العليا، نجي لهون عندهم من الصبح نقدم مطالب أهل الرستن لهم للمحكمة العليا، أما بيمتثلوا لها أو في تصرفات ثانية ما كويسة نتمنى ما نوصل لها. محكمة بتسلم سلاح، محكمة بتعمل تسويات، محكمة شغلتها الخرطة ما بدنا يا الله يرضى عليكم. حلوا عنا يا عمي، حرة والعليا تطلع برا، والرستن حرة حرة والعليا تطلع برا. مدينة الرستن المدينة الثائرة، أول مدينة محررة في سوريا، تؤكد صمودها وتؤكد مبادئ الثورة وترفض سوتشي وكل من يتردد إلى سوتشي. الرستن لا أحد يمثلها في سوتشي، وسوريا بالكامل والثورة السورية لا أحد يمثلها في سوتشي. سوتشي أكبر خيانة تتعرض لها الثورة السورية.